أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. طبعا العالم بيحتفل في هذه الأيام بالتحديد في 21 أذار مارس عيد الأم. باسمي وباسم ليكن نور وهيئة نور لجميع الأمم، أود أن أتقدم لجميع الأمهات بأحر التهاني وأجمل الأماني. كل عام وأنتوا بألف ألف خير، وصلاة أن الرب يبارك كل الأمهات اللي بيشاهدوا هذه الحلقة، وبصلي من كل قلب أن هذه السنة تكون سنة مميزة في حياتك، سنة بركة وكمان استرداد المسلوب، وسنة تكون يعني فيها خير وبركة، وربنا يفتح قوى السماء ويفيد على كل بيت وعلى كل عائلة من بركاته. كل عام وانتو بألف خير. أنا بشجعك وبشجعك أنه تشاهدوا هذه الحلقة، رح تكون سبب بركة لحياتكم. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أستضيف إلى هذا البرنامج أخت مباركة جدا، خادمة للإنجيل، خادمة الرب، الأخت كريستين حنين. أهلا وسهلا أختي كريستين. أهلا بك أختي. وكمان بحب أقول أنه كريستين عندها خدمة اسمها ليا رجاء، واللي كان بشاهد البرامج من عدة سنوات بتشوفوا هذا البرنامج الرائع اللي بيتكلم طبعا للنساء والأمهات. وكمان جدير بالذكر أن الأخت كريستين هي أخصائية نفسية. أهلا وسهلا أخت كريستين. أهلا بك أخنزة. كل سنة وانت سالمة. Thank you. مرسي أوي. طبعا الموضوع هو رسالة للأم. خليني في البداية أقول، يعني لما بيجي عيد الأم كتير منا بيستشعر وكتير منا بيكون عنده أقوال أو مقولات، هل في شيء خاص على قلبك بتحب تشاركيه؟ من أكثر حاجات اللي بتفرق معايا لما I think نيوتن كان بيقول أمي صنعتني. فبحس ده اختصار لكل الحاجات اللي الأم بتعملها. أمي صنعتني. وطبعاً إحنا بنقول إن الأم مدرسة، الأم مستشفى، yes. الأم جندية، وهكذا يعني في كتير مقولات، وفعلاً ربنا يبارك كل الأمهات. يعني طبعا أنا كمان بتذكر والدتي في هذا اليوم، كانت شخصية مميزة قريبة جدا على قلبي، بس هي عم تحتفل بالسماء مع الرب يسوع. رسالة للأم، خليني أكلمك كأم، أنت شو شعورك بهذا اليوم في عيد الأم؟ بفتكر فعلا لما المقولة أمي صنعتني، فبشعر أنه كل حاجة أنا موجودة فيها دلوقتي لأن أمي تعبت معايا. فبالنسبة لي الأم، والناس كتيرة مش بس أنا، ناس كتيرة هتتفق معايا، الأم مثل حقيقي عن المحبة. ومتهيألي الأكتر حاجة بتفرق معايا عن الحب، أمي أو الأم بتدي صورة مبسطة حقيقية لحب الله الغير مشروط. ودي حاجة بتفرق معايا قوي قوي، إن أنا مقبول ومحبوبة زي ما أنا. أوكي. من غير ما أعمل حاجات كتيرة أو عظيمة، لكن أنا مقبولة as is زي ما بيقولوا. طبعاً أنت ذكرت عن الحب الغير مشروط. خلينا نخده من، يعني أنت من حياتك شخصياً، لما بتقولي
حب غير مشروط أو حب غير محدود؟ شو التعبير عن هذا الحب اللي أنت بتتكلم عنه؟ يعني بفتكر مثلا لما ولادي، ربنا باركني بولدين، لما ابني مثلا يغلط، ببقى نفسي أنه هو يعتذر علشان هو يتبارك، واعتذاراته بتبقى على طول مقبولة. ولو ما اعتذرش أنا اللي ببقى عايزة أبتدي العلاقة من جديد، وطبعا مع تعليم الفروقات. فالحب الغير مشروط، الحب اللي بيدي العطاء من غير حساب، اللي بيسامح، اللي بيغفر، اللي بيقبل كما هو، اللي بيحتوي الآخرين. متهيألي أكتر حضن يحتوي الولاد الصغيرين والكبار هو حضن الأم. فإن مجرد فكرة إن أنا مقبول ومحبوب كما أنا، دي كبيرة قوي قوي قوي، بتفرق في نفسياتنا وشخصياتنا وإحنا صغارين وفي مراحل نمونا ولغاية لما نكبر نبقى أدلتس. يعني قبل البرنامج تذكرت شيء أو حد ذكرني إنه كان في اتعمل إحصائية للمساجين في بالغرب، في إشي اسمه عيد الأم وفي عيد الأب. في عيد الأم يعني أكثر من 90% من المساجين بيبعتوا رسائل تهنئة للأمهات، أقل من 10% بيبعتوا في عيد الأب. وطبعا هاي الرسالة تعبير عن مجلدات عن شخصية الأم. ده حقيقي طبعا، هي للأسف يعني أنه يا ريت كان برضو صورة الأب عامة تكون صورة جميلة بتعبر لنا عن قلب الله الأب. بس الحقيقة أن ربنا أدى الأم، أدى الست إن جنرال، حاجة كده في طبيعتها وفي شخصيتها سهل عليها العطاء، الحب، التضحية، الغفران، الاحتمال، الاحتواء، هي في طبيعتها. فهي فعلا بتوصل للولاد سواء صغيرين أو كبار أسهل. طبعا في الكتاب المقدس، يعني الكتاب بصورنا الله كآب، آب محب، لكن برضو عن تعبير هذه المحبة حتى في الكتاب الله بصور نفسه عن اهتمام ومحبة الأم، بشبه نفسه في الأم، وهل تنسى الأم رضيعها؟ لكن هو لا ينسانا. فعلا كلمات بتشجع. كنت بدي يعني ألفت انتباهك طبعا تعلقي على السفر الأمثال إصحاح 31 اللي بيقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. نعم. وكل الجواهر طبعا لا تسويها. شو رأيك بهذه الآية؟ دي حقيقة بنشوفها، وبنشوفها بالأخص في عيد الأم لما الكتاب يقول كمان يقوم أولادها ويطوبونها. نعم. 21 مارس العالم العربي كله كان بيدي هدايا وورود وكروت وابتسامات وأحضان وكده، وأنا أي ثينك إن هي محتاجة كده على مدار السنة. فدي حقيقة، الولاد والبنات الكبار الصغيرين حتى الأدلتس بيروحوا للأم في يوم مخصص في السنة ويقوم أولادها يطوبونها. خلينا أخذ السؤال بشكل آخر. طبعا إحنا في عيد الأم دايما الأولاد أو إحنا منحاول نقدم شيء، شو رأيك في الأم؟ هل الأم تحتاج أنه هي تقدم شيء في هذا العيد؟ أنا عايزة أأكد قوي على فكرة أن إحنا لازم ندي للأم. مرات كتير في وسط انشغالنا بنعمل غلطة أن إحنا مش بندي الأم، مش بنوفيها حقها من التطويبات، من الإكرام، ودي وصية كتابية، أكرم أباك وأمك. نعم. فلو كان جي وقت ما عملناش كده، I think إن إحنا لازم نفتدي الفرصة ونبتدي نعبر للأمهات من جديد عن حب حقيقي وعن إكرام وامتنان إن ربنا حط الست دي في حياتي. عجبني قوي سؤال العكس، إن السؤال العكس يس. إنه طب هل الأم في عيدها محتاج تقدم شيء؟ شكرا. لأن الأم مهما كان هي برضو إنسان. نعم. ممكن يعمل دايما الصح وممكن يعمل برضو غلط، فإحنا بنضعف لأن إحنا برضو بشر. فالأم ممكن برضو هي تفكر إن احتمال كبير في عيد الأم هي تبقى محتاجة تقدم هدية، مش بس تستقبل هدايا. ومتهيألي يعني لو سألتني على نوع الهدية، شو نوع الهدية اللي الأم لازم تقدمها؟ يتهيألي يمكن من خبرتي المحدودة ومن دراستي ومن رؤيتي لتجارب ناس كتيرة حواليا، في أمهات يحتاجوا النهاردة يقدموا اعتذار. اعتذار من جوه القلب، من جوه القلب.
يعني ايه من جوه القلب، يعني حقيقي مش مصطنع. اعتذار على شو؟ احتمال تكون عملت غلطه مع ولادها، يمكن ما وصلتش محبه بطريقه كافيه، يمكن قصرت في واجباتها، يمكن ما عرفتش تتفاهم بلغه حب معينه. هي عندها لغه حب، في لغات كتيره للحب، هي اتكلمت بلغه واولادها ما فهموش اللغه دي، فما وصل لهمش هذا الحب الكامل او الغير مشروط او صوره للحب الكامل. فيمكن النهارده فرصه ان هي تعتذر وتقول ان انا بشر وانا عملت غلطه ومن كل قلبي بعتذر النهارده. قد يكون فيربل شفوي، قد يكون كتابه، قد يكون على نفس الكارت اللي انت جالك تكتبي على وراه وانا بفتكر اليوم كذا وبفتكر انك انت متضايقه من كذا او انت متضايق من كذا، وباخد الموضوع سو سيريسلي وبعتذر عن ده. قد تكون الهديه ان انا هصلي النهارده صلاه كأم، اصلي لاولادي صلاه مميزه مليانه تحديات للشفاء النفسي بتاع الولاد. يمكن على مر السنين الغلطه بتاعتي اثرت فيهم، يمكن هم نفسهم ما بقوش أناس بالغين مليانين حب يعرفوا يدوا لعيالهم. فما فيش مشكلة، احنا دايما نقدر نتغير. لكن لو خلينا يعني نقول ام اختبرت المسيح وفعلا عم بتحس في شعور او احساس بالذنب انه فشلت في تربية اولادها، شو العلاج؟ السؤال ده مهم لان في ناس كتيره قوي حاسه الاحساس ده اخ نزار. يعني يمكن تاخد ورده هديه كارت يوم 21 لكن تخلص التمثيليه ونرجع تاني لبقيه الايام تحس بفشل وضعف واحباط وانا ما عملتش او انا او انا. لكن انا دايما بقول ان في رجاء، دايما في رجاء طول ما انا لسه عايش على الارض، طول ما انا عندي نفس في رجاء. في رجاء ان انا اتغير، والتغيير بيجي عن طريق قناعة. أقتنع الأول أن أنا محتاج أتغير. وربنا عنده دايما باب مفتوح وقلب مفتوح وغفران على طول وتأييد للقوة أنه بكرة يكون يوم أحسن من النهاردة. فالموضوع يحتاج أن أنا أدرك وأن أنا أخذ خطوة أن أنا أصلي، أطلب غفران من ربنا الأول وأطلب إرشاد. وما فيش مانع أبدا أسأل ناس يساعدوني في كنيسة أو في اجتماع أو حتى بتوع المشهورة، الناس المشهورة. طبعا إحنا في هذه الحلقة لا أنسى أنه في كتير أمهات قلبهم أو قلوبهم تدمي بسبب مآسي الحرب، وبالتحديد أريد أن أخصص هذا الوقت كمان لأهنئ الأمهات اللي من خلال ظروف الحرب القاسية سواء في العراق سواء في سوريا سواء في فلسطين أو في أماكن أخرى، اللي فعلا فقدوا أحباء أو اختطفت حد قريب عليكم، وإنه مش عم تشعروا في الإحساس العيد اللي بتحسوا في مرارة في هذا العيد، مثل ما ذكرت أختي كريستين في رجاء، يوجد رجاء. فأنا بس بحب أشجع كل يوم مسكي في الرب، خلي عينيك على الرب والرب يساعدك في هذه الظروف. أختي كريستين، أنا كنت في العراق، كنت في سوريا، وطبعا الكلام على التيفي مش سهل لما أنت بتواجهي أم مثلا فقدت كل عيلتها في صاروخ، أو فقدت أولادها، أو في مختطف في بيتها، أو عم يعني كانت بعز وبكرامة وبيت وشغل وإمكانيات، وفجأة عم يعني بتنتظر المساعدة والمعونات، يعني إحساس صعب جدا. شو رسالتك لهذا النوع من الأمهات؟ تالي أول حاجة أقدر أقولها أنه الآب يعلم. مرات كتير كل اللي بنبقى محتاجينه أن الكبير قوي 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 يبقى عارف. أن الكبير قوي قوي يبقى شايف وحاسس ومقدر ومتعاطف معايا، لأنه الأغلب أنه في الظروف اللي حضرتك قلت عليها دي اللي حواليا مبقاش فاهمين، ولو فاهمين مش قادرين يعملوا. والعين بصيرة واليد قصيرة. لكن ان الاب يعلم دي حاجه كبيره قوي، بتدخلني في عمق جديد في علاقه مع الله من زاويه مختلفه، ان هو شايف حاسس مقدر
شايل الشيء اللي معايا، وبيبعت نوع من التعزية ما أقدرش إن إحنا نتكلم عنه في كلمات، لأنه هو له طابع خاص. هذه التعزية ليها طابع خاص بتدخل لأعماق القلب ومحدش يقدر يتكلم عليها غير الإنسان المجرب. فأنا عايزة أبتدي أقول لها الأب يعلم، الله عارف، الله شايف، الله حاسس. وكمان هتجرأ وأقول يمكن يبقى صعب عليها إن الله حاسبها، حاسبها. يمكن الكلام ده يبقى صعب، هو مش ما كانش نفسه كل ده يحصل ومش في إرادته إن كل ده يحصل، لكن الشر توغل في عالمنا. لكن الله حاسبها، مش هيخليكي تعدي في حاجة أكتر من اللي أنتي تقدري عليها. وعشان كده ده دليل أنك أنتي إنسانة بطلة، شجاعة، كبيرة، عظيمة. وهيطلع ربنا من الصعب اللي أنتي دخلتي فيه ده بركة. وفعلا في أمهات كثيرات في الكتاب المقدس اللي الله استخدمهم بقوة غير عادية، بقوة يعني اتحدوا على كان التحدي بتاعهم على كل المستوى، على كل المستويات، وفعلا الرب باركهم. ولا أنسى طبعا في عيد الأم لا ننسى الأم المطوبة المكرمة القديسة مريم العذراء، أم يسوع. واجهت الرفض، واجهت الإهانة. طبعا تخيلي إنه هيرودس الكبير عاوز يقتل ابنها يسوع. واجهت اللجوء، يعني اضطروا العيلة المقدسة اضطروا يهربوا لمصر لحياتهم، طبعا في ضمن إرادة الله. فاختبروا اللجوء واختبروا إنه كيف يكونوا في أرض غريبة، واختبرت كمان الإهانة والسيف اللي كان بجوز في وسطها، وهي عم بتشوف على الصليب كيف عم بهينوا يسوع المسيح، وعم بيسخروا وعم بيستهزئوا وعم بيقتلوه. فكأم اختبرت كل هالأشياء، وبعتقد لما بننظر لصليب يسوع المسيح كلنا منتشجع ومنتعزى من خلال اللي مرت في العيلة المقدسة. ده حقيقة. ويعني بيعجبني إن هي كانت حد مليان مشاعر حقيقية طبيعية، حاسة بينا قوي قوي قوي. فلما الست اللي ابنها بيموت وبنتها بتموت في الحرب في الاضطهاد، المطوبة حاسة بيك، حاسة بالأحاسيس اللي انت عشتيها واللي انت بتجربيها. عيطي أختي، لازم تعيط، لازم تبكي، وده مشاعر طبيعية للمسيرة الطبيعية للحياة. لكن في وسط كل ده الأب يعلم. طب أنا أعمل إيه عمليا؟ الأب يعلم أنا أعمل إيه عمليا. أنا يتهيألي أنسب حاجة نقدر نعملها من غير ما نتكلم، لكن نتكلم معاه. يمكن ما أقدرش أتكلم، لكن محتاجة أقول له كفاية أنك أنت تعلم، تعال بقى وطبطب على جراحي وعلى مشاعري اللي هي مسحوقة، سيف دخل جوايا. أختي كريستين، بحب أعطي فرصة للمشاهدين إذا عندك أي سؤال أو استفسار يمكنك أن تتواصل معنا. وبنفس الوقت أنا بشجع كل أم تشاهد هذه الحلقة، الرب عنده بركة خاصة لحياتك. سأعود بعد هذا الفاصل القصير.
أهلا أعزائي المشاهدين، حديثنا عن رسالة للأم. طبعا في هذا الأسبوع العالم بيحتفل في عيد الأم، ومعنا الأخت كريستين حنين. أهلا وسهلا أخت كريستين مرة تانية. أهلا أخي سامي. طبعا إحنا حكينا على الحاجة الكلاسيكية من ناحية الأم، لكن في كتير ناس عم بيشاهدونا، وطبعا بمروا في ظروف، يمكن ظروف قاهرة، وأكيد في رسالة. خليني أبتدي بشيء خاص ومهم في البداية أختي كريستين، عاوز يعني أحطها في كلمة بس مش عارف، خليني أسميها روح الأمومة. يعني في أمهات اللي فعلا محتاجين يختبروا نعمة الرب وتتغير حياتهم حتى يكون عندهم هدوء وحنية وشفقة وسلام في داخلهم ومحبة، وممكن تكون أم عندها 10 أولاد لكن ما عندهاش الحنية، وممكن تكون أم لها فترة بتصلي ما عندهاش أولاد لكن فعلا عندها روح الأمومة. شو رأيك في هالموضوع هذا؟ ده حقيقي جدا، يعني إحنا يبقى ظلم مننا لو النهاردة عيدنا على الأمهات اللي بس عندها أولاد من بطونهن. لكن الحقيقة أن في ناس كتيرة ربنا ما اداهمش نعمة الأولاد أو البنات بيولوجيكال، لكن هم عندهم حب وحنان واحتواء للي حواليهم بصورة غير عادية. فعايزين النهاردة نحيي الناس دي، لأن ده قطاع جميل قوي قوي ومبارك قوي. عايزة أقول النقطة، الأم اللي هي مش عندها ما عندهاش الحنان الزايد، يعني قد تكون هي نفسها ما حستش بهذا الحنان، أو قد تكون أنه نوع المحبة وصل لها بطرق مختلفة. يعني مثلا في عائلات أخ نزار طريقة محبتهم هي الهدايا، لكن ما عرفوش يحضنوا أو يتعاطفوا أو يلمسوا أو يقول مثلا ابنه أو بنته بحبك exactly. أو بحبك بالضبط بالضبط yeah. فأنا محتاج أقعد مع نفسي وأقول هو أنا إيه اللي أنا عرفته من أهلي وإيه اللي أنا مفتقده. يمكن أنا نفسي في حد يقول لي أنا بحبك أو أنت جميل أو أنت عظيم أو أنت محبوب أو مقبول. لو أنا ما خدتهاش من أهلي ممكن وأنا كبير أقولها لنفسي. طب أنت أخصائية نفسية، لو أجت يعني أم بهذا الوضع أو بهذه الحالة، ويمكن دي حالة ناس كترين عم بيشاهدونا، شو بتحكي لهن؟ شو بتقولي لهن؟ هقولها في الأول أنك أنت هأكد فكرة أن هي محبوبة ومقبولة حتى لو هي شخصيا مش حاسة بكده، وهأكد فكرة أن أولادها محتاجين أن الحب ده يبقى متواصل ويوصل لهم، وهفهمها أن في لغات مختلفة للحب، في الأحضان، في اللمس، في الكلام الحلو، في التشجيع، في الهدية، في الكواليتي تايم، الوقت اللي بنقضيه مع بعض، في الخدمة، ممكن أخدم عيالي فأحبهم. وهقول لها أنت من أنهي نوع، مهم قوي تعرف هي من أنهي نوع، ومهم قوي تعرف عيالها محتاجين أنهي نوع. ما أنا ممكن أخ نزار أقول لك أنت عظيم لكن أنت مش طريقتك للغة دي كده، يمكن تكون محتاج مني حاجة أخرى. فمهم أعرف لغات الحب وأتواصل مع اللي قدامي ده إزاي. مهم أعتذر لو أنا ما وصلتش الحب ده في السنوات اللي فاتت، ومهم أدي أمل أنه it's okay نقدر نبتدي مع بعض صفحة جديدة لو في لغة حوار. لكن مهم قوي أن أنا أقول للأم الحنية دي ممكن ما تكونيش حاسة بيها، ممكن تكون موجودة بطريقة مختلفة. مش كل الأمهات بتعرف تحضن، لكن ممكن كلنا نعرف نقول المحبة بطريقة مختلفة، وهي هاي اللغة اللي بيفهمها كل البشر. مزبوط. بغض النظر. مزبوط. طيب برضو من اللي بيشاهدونا في في أمهات مطلقات yes. عادة بيستخدموا كلمة single mother، يعني أم عم بتصارع في الحياة في ظروف لوحدها، يعني لوحدها عم بتربي الأولاد، عم تهتم عن أو في ممكن بنفس الوقت تكون أرملة مطلقة أو أرملة. شو الرسالة؟ yeah. يعني معظمهم بيحسوا الشيلة تقيلة وبتحني ظهرهم ومتعبة، لكن عايزة أقول لها do not be stuck، ما توقفيش حبيسة اللحظة. بكرة حلو، بعد كام سنة حلو، في أمل إنه كل تعب أنت بتتعبيه النهاردة لوحدك
وشايفه اللي حواليك يمكن اتنينات وانت لوحدك، ما تفشليش لانه الحلو جاي. كل تعبك مع عيالك، كل تضحيتك، كل مسامحتك، كل غفرانك، كل لما جوعتي وخدتي من بقك علشان تاكلي ابنك، اولا الله شايف. والحاجه الحلوه انه ابنك هيفهم ويحس، يمكن مش النهارده لكن هيقوم ابنك ويطوبك في المستقبل. فما تفشلش، تكمل. لانه السنجل ماذر يعني النساء اللي هم عم بيربوا في البيت لوحديهم عم بيهتموا، عم بيتزايد جدا في المجتمع سواء في الشرق او في الغرب يعني، لكن هدول شريحة من المجتمع مهم جداً على قلب الله. الله بحبهم والله عنده غرض وهدف لحياتهم كمان جداً. يعني ممكن المجتمع يرفضنا شوية الشريحة دي، ممكن يقول لها مش حلو أو عيب أو غلطتي، لكن النهاردة الله مش بيشوف بس الغلطات، لكن الله بيشوف الوضع الحالي، والله بيسمع الصلاة. ولما أنا أحتاج ربنا وأقول له رب ساعدني هيساعدني. أنا يتهيألي الست السنجل محتاجة كمان مجتمع كويس، محتاجة كنيسة أو اجتماع أو أصدقاء حلوين يقدروا يساعدوها، لأن الرحلة طويلة صعبة وكلنا محتاجين مساندة ومساعدة. فحتى لو المجتمع رفض، تبص على ربنا وتدور على مجتمع فيه الحب الحقيقي unconditional love الغير مشروط. طبعا مشغول أقول هذه الجملة، يمكن في بعض الأمهات اللي في نفس الوضع عم بمروا في ظروف صعبة وعندك الإحساس إنه إنك فشلتي في حياتك وعم بتعاني من هذا الإحساس بالفشل. الأمر ما انتهى، محبة الله ما تغيرت، الله بحبك بغض النظر. الله ممكن يستخدم الفشل كسلم لتسلق المجد. ومشغول إن أقول هذه الجملة إنه خطة الله لا تنتهي عند فشلك. فلو خطة الله بتنتهي عند فشلنا كان كلياتنا فشلنا وما حدا بيرجع، يعني الكل خلاص بينهار بيتحطم. لكن خطة الله ما انتهت، الله لسه عاوز يعمل، حابب يعمل. وبس انت انفتحي للرب اليوم. أنا بصلي طالما إنه هذا اليوم مميز في تاريخ حياتك، شو رأيك تيجي للرب تقول له يا رب أنا فشلت بكل معنى الكلمة. احكيها للرب، أنا يا رب فشلت بكل معنى الكلمة، لكن بشكرك لأنه محبتك ما تغيرت، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. تعالي مثل ما سمعنا من كريستين، اعترفي للرب، توبي أمام الرب، واليوم ابتدي بداية جديدة بمعونة الرب. لكن هاي البداية خليها تكون بتسليم حياتك للمسيح وتتويج الرب يسوع على قلبك وملك على حياتك من هذا اليوم، وتأكدي انه الله رح يعوض ورح يسترد المسلوب في حياتك، وانه الله مش رح يعني تضلك عايشة في الخزي او في العار، رح يدحرج العار ورح يعوض عن الخزي بتسبيح وفرح ويرفع راسك و يعوض لك في مكانتك أضعاف أضعاف. بصلي من كل قلبي أنه اليوم فعلا ربنا يشفي الإحساس بالفشل في حياتك حتى تكوني بركة للآخرين. طبعا في أمهات اللي بمروا في ظروف قاهرة جدا، عندهم مثلا ولد مريض أو بيحتاج لعناية مكثفة جدا، ومنشوف هذه الأحوال. يعني أنا أتذكر أم شابة ابنها يعني عمره 16 سنة لكن طويل وما بقدرش يعني يخدم حاله، فعم بتصارع وبترفع وكذا منهكة على الآخر. شو رأيك يا كريستين؟ بيفرق معي قوي قوي الشريحة دول، لأن أنا عندي بنت خالتي my first cousin من الحالات الخاصة، وكلنا مسمينها في العيلة الملاك الصغير، وهي مش صغيرة، هي حاجة و30. فلما بشوف خالتي بتعمل معاها إيه، إنسانة بتحب الرب، يمكن كان ممكن تبقى خادمة عظيمة من كتر معرفتها بالكلمة وبالصلاة، لكن الله في حكمته
في حكمته، عشاء ان خدمتها تكون انها تاخد بالها من هذا الملاك الصغير على مدة سنين طويلة. تقول لي شفت حب، شفت حب، شفت حنان عن طريق الام دي لبنتها، شفت تضحية صورتها في نظري انا مثل حقيقي لحب المسيح الغير مشروط. وفعلا هاي خدمة للمسيح اللي يعني احنا دائما منفكر انه الشخص اللي بيربح نفوس، الله بيعطي وزنة، طاقة معينة، موهبة خاصة محددة، انه هاي خدمتها. او كأم تعيل والدتها المسنة مثلا، عم بتقضي كل وقتها مع والدتها. يعني احنا للأسف على مدى سنين طويلة انطبعت في أذهاننا صورة معينة للخادم. يعني الأخ نزار خادم، فلو حد مش هيعمل زي الأخ نزار يبقى ما يعرفش يخدم. لكن الحقيقة صورة ربنا عن الخادم والخادمة حاجة تانية خالص. يعني اللي نفهمه من الكلمة المقدسة إن الشخص اللي بيحب ربنا وكل يوم الصبح يقول له بماذا يكلم سيدي عبده، كل يوم الصبح يقول له بماذا يكلم سيدي عايزني أعمل إيه النهاردة، هو ده الخادم. ففي نظري إن الست دي اللي بتاخد بالها من ابنها أو بنتها المريضة اللي بالداون سيندروم اللي تعبانة، أو الست اللي بتاخد بالها من مامتها اللي مسنة، أو يعني كل الحالات الصعبة دي، في رأيي دي أكتر خدمة، لأن دي أكتر خدمة مجهدة ومتعبة وخفية ما فيش حد شايفها، لكن الله شايف. والأجر والمكافأة عظيم، لأن هي الحقيقة بتعملها عشان مين يا أخ نزار؟ أكيد عشان الرب، عشان الرب. والكتاب واضح أنه يعني في هاي الخدمة إحنا بنخدم الرب. وعلى فكرة الله بيكافئ الإنسان مش على النجاح أو الإمكانيات، لكن بيكافئ الإنسان على الأمانة. كم أمين القلب. وبكافئ الرب على تعب المحبة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها من نحوه إذ خدمتم القديسين وتخدمونه أيضا. عبرانيين 6:10، في كورنثس الأولى إصحاح 15 آية 58 مكتوب: إذن يا إخوة الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب في كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. بعد إذنك كريستين ممكن نأخذ مكالمة من المغرب. أوكي، معانا مكالمة من المغرب من الأخ مراد. أهلا وسهلا فيك أخ مراد، تفضل أنت معانا على الهواء. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. ممكن أسألك؟ تفضل يا أخ مراد. مش عم بسمعك يا أخ مراد، كلمني مباشرة من الهاتف. تفضل، شو السؤال يا أخ مراد؟ سؤالي عن عيد الأم. عن عيد الأم، أوكي تفضل. أنتو كمسيحي ممكن تقولي عندكم بيقول إيه عن الأم؟ عندنا إيه؟ بينكم بيقول إيه عن عيد الأم؟ عيد الأم طبعاً الكتاب المقدس بعلمنا أخ مراد: أكرم أباك وأمك لكي يكون لك خير ولكي تطول أيامك على الأرض. في آيات كثيرة في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن إكرام الأم، عن تطويب الأم، عن خدمة وعمل الأم. والكتاب المقدس بيذكر نساء كثيرات في الكتاب المقدس اللي أمهات وصلوا إلى أعلى المستويات من خدمة الرب، الله استخدمهم في تغيير مجتمعاتهم. ففي آيات كثيرة عن الأم أو النساء في الكتاب المقدس. هل هذا هو سؤالك يا أخ مراد؟ لا، أنا عايز أقول لك في الكتاب المقدس الإنجيل العهد الجديد والعهد القديم في أغلب الأحاديث الموجودة فيه إما ليس الله سبحانه وتعالى الذي يقولها، بل هم أشخاص يقول إما هم الأنبياء أم أشخاص آخرين هم الذين يتكلمون.
الإنجيل. نعم، أنت قصدك الأنبياء الذين يتكلمون بكلمة الله؟ نعم نعم. حتى في الكتاب المقدس في نبية بيذكرها الكتاب اسمها خلدة، والكتاب المقدس بيتكلم عن امرأة اللي أنقذت شعب كامل اللي اسمها استير، والكتاب المقدس بيتكلم عن دبورة كانت قاضية لشعب إسرائيل لفترة زمنية والرب أحرز انتصارات على يدها، والكتاب المقدس بيتكلم عن أم المؤمنين عن سارة زوجة إبراهيم، وبيتكلم عن زوجة موسى والنبية أخت موسى وهارون اللي هي مريم، وهكذا في يعني في نساء كثيرات يا أخ مراد. لكن الشيء الحلو في الكتاب إن الله بيكرم الأم وبيكرم النساء في الكتاب المقدس. هل مريم المجدلية هي نبية أو ماذا؟ مريم مين؟ المجدلية. المجدلية؟ لا، مريم المجدلية كانت تابعة لشخص تلميذة لشخص الرب يسوع المسيح، اللي هي طبعا رأت صلب المسيح، وأيضا ظهر لها المسيح في البستان بعد القيامة، فهذا امتياز وشرف كبير انه هي كانت اول مرسلة اللي بتتكلم عن قيامة المسيح. واذا قلنا انه النبي هو اللي بيتكلم بكلام الله او بيتكلم برسائل تشجيع، فممكن نحطها في هذه الصورة، لانه كانت بتشجع التلاميذ انه شافت الرب، رأت الرب، وهذا كلام تعزية، كلام بركة، بتشجعهم انه الرب حي، فهذا طبعا نوع من النبوة كمان. عشان في الانجيل موجود يوم قيامة ذات يستغرب احد على ما تقولون بعدما ظهر لمريم المجدلية البهنية حاولت ان تلمسه من وراء من شوبه فقال لها لا تلمسيني لاني نعم. لم نعم اردت لانني لم اصعد بعد الى ابي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم. يعني ما يبقى هنا أن عيسى عليه السلام يقول إني لم أصعد ولم أطلق، موجود في الإنجيل. لم أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. خلي بالك يا أخ مراد، إذا أنت بتشاهد الحلقات على قناة الحياة من المتكلمين المتعددين، انه احنا نؤمن كمسيحيين انه المسيح مات على الصليب كانسان، وطبعا قام من بين الاموات كانسان كامل، ولما طلب من مريم لا تلمسيني، المقصود يعني ما تمسكي فيي، ما تاخريني، لكن روحي خبري اخوتي، قولي لاخوتي، يعني تروح تخبر الاخبار الساره الى بقية التلاميذ. لكن المسيح، احنا نؤمن كمسيحيين ان المسيح يحمل الطبيعتان، الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية. وانا اشكرك يعني انك انت عم تطلع وعم تقرأ يا اخ مراد، لكن سؤالي لك انت، ما رأيك في المسيح؟ انه النبي من الانبياء العظام. طب شو رأيك لما الكتاب بيقول أن المسيح هو كلمة الله؟ أليس هذا يجعل المسيح في مصاف أعلى من الأنبياء؟ آسف مش عم بسمعك يا أخ مراد. لم يقول الإنجيل يقول على أنه الله، هو لم يقول بنفسه أنا الله. نعم، توجد آيات كثيرة عديدة اللي بيذكر فيها أن الله، وكثير آيات اللي بتتكلم عن لاهوته، يعني آيات لا حصر لها. احنا بنتكلم عن مش أقل من 40-50 آية يا أخ مراد في العهد الجديد وفي العهد القديم. في العهد القديم يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. النبي ميخا بيقول عن المسيح أن مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. أيام الأزل يعني لا بداية له ولا نهاية. ففي آيات كثيرة أخ مراد.
أنا بشكرك على السؤال، لكن من فضلك يعني إذا في عندك سؤال محدد في الحلقات القادمة اتصل بنا يا أخ مراد. ربنا يباركك حبيبي، وأنا بشكرك من كل قلبي. أي تعليق؟ أنا فرحانة إن في ناس بتسمع وتسأل ومتهيألي هو ده البداية أخ نزار، إن أنا بقى أمين مع الأسئلة اللي بتتولد جوايا. أنا ممكن يعني يبقى عندي أسئلة كتيرة، لكن ما بقاش أمين في إن أنا أسأل هذه الأسئلة، لكن أنا أبقى أمين في الصوت اللي بيجي جوايا في قلبي وعقلي ونفسي وذهني، وأتجاوب مع هذا الصوت، ده منتهى الأمانة. خليني أسألك فيه طبعا مكالمات، بس إذا على السريع أخت كريستين، التحدي اللي بتواجهه الأم، على خلينا نبتدي على التحدي على المستوى الروحي. يتهيالي لأنه الحياة بقت very stressful، بقى في ضغوط كتيرة في الدنيا. يعني النهاردة الأم من مثلا 50 سنة، الأم كان بيبقى عندها 10 مثلا 12، تحبهم وتعمل لهم أكل وتعمل لهم وتطرز وتعمل تخيط. أيوة. وعندها لسه وقت تزور الناس وتتزاور وتعمل كعك وأكل وكل الكلام ده. ما فيش القصص دي دلوقتي، الحياة مليانة ضغوط، وهي بتشتغل برا وجوه، بترجع البيت كمان وبتهتم بالأولاد، فزي ما بنقول هي بتلبس different hats. يعني هي أم وبنت، بنت مامتها، وهي زوجة، وهي يمكن تكون جدة، وهي ممكن تكون عاملة تشتغل أو خادمة، أو بتكون مثلا جارة وصديقة وأخت، وكل واحد من الناس دي محتاج من هذه المرأة حاجة معينة. فبتيجي على آخر اليوم هي ما عندهاش وقت لنفسها. يعني عادة للأسف اللي بيحصل إن بنهمل علاقتنا مع ربنا لأنه مفيش وقت. ولما بتقول بنهمل علاقتنا مع ربنا، إيش المفروض تعمل؟ يتهيألي زي ما أنا بأكل نفسي وأشرب نفسي 3 وجبات، وبين الوجبات بناكل وبنحلي ونشرب مية ونشرب عصير، الحياة الروحية برضو عايزة غذاء. والغذاء اللي إحنا فاهمينه بيجي من كلمة ربنا. أكيد. فأنا محتاج أبتدي يومي بأن أنا أقعد قدام الكلمة المقدسة، ولو رب أنت عايز تقول لي إيه النهاردة، عايزني حتى أبارك عيالي إزاي النهاردة، عايزني أبارك جوزي إزاي النهاردة، عايزني أبارك المجتمع اللي أنا فيه إزاي النهاردة. قد يكون أنا محتاج أتعلم حاجة، محتاج أحب أكتر، أغفر أكتر، أسامح أكتر، أطول بالي أكتر، أصبر أكتر. فأنا عايز أقول من غير الكلمة المقدسة، من غير وقتي اللي بقعد مع الكلمة، مش بتغير كتير. خلينا أخذ مكالمة من الأخ جورج من كندا. أهلا وسهلا أخ جورج، أنت معانا على الهواء. سلام الرب يسوع. معك أخي نزار ومع الأخت كريستين. أنا بس بدي أقول أنه لكل الأمهات كل عام وأنتم بخير، ورب النور أنه يشرق على قلوب جميع الأمهات، لأنه صدقني عملية وعمل الأم في البيت هو إن كان اجتماعيا وتربويا هو عمل شاق جدا، وأحيانا أغلب الأمهات ربما يكون عليهم مثل ما يقول الاعتماد الروحي، أحيانا ما يبقى عند المجال حتى أنه يفكروا أو يعتمدوا يتموا دائما، خاصة مثل ما قالت الأخت كريستين. لما أنا جيت من عائلة كبيرة من 10 أولاد أخي نزار، أحيانا بنقعد على الطاولة وبننسى حتى بعضنا، بس بدنا ناكل ومن قبل ما الكل يكونوا قاعدين على الطاولة. وأنا بقول لأمي كل عام وهي بخير إذا هي بتسمع، عمل شاغ جدا أمي، لا ليس فقط أنه اشتغلت تشتغل بالبيت وتعمل، حتى أنه طلعت على ستي وجدي لما وقعوا، يعني عملية شاقة جدا يا أخي نزار. طلعت أنه في بعض الأوقات ما بيأخذوا مثل هون بيوت العجزة، يعني العمل اللي قامت فيه يعني يحتاج قوة روحية ومعنوية جدا. وأنا بسأل الأخت كريستين كمان أنه في بعض الأوقات أنه المرأة التي لا تملك اليوم قبل الزواج يا أخي نزار بيذهبوا ويعملوا مثل ما يقول كورسات وستادي مثل ما يقول دراسة، حتى كيف يربوا الأولاد. يعني
في بعض العالم لما كان تربي في الوقت السابق بالضرب والقتل واحيانا الاهانات، لانه ما يتحمل هيك اللي تعلموا تراديشنال مثل ما يقول، يعني شيء وراثي من 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 ابو جد بالضرب وكلمات الغير المشجعه مثل ما يقول. بتشوف الاطفال يعني بيكبروا احيانا بحاجه الى، عرفت علي؟ احيانا اللمسات والقبلات ما بتكفي اذا كانت الكلمات جارحه وقاسيه، لانه في تكسر القلوب. في شيء ثاني بدي اذكره يا اخي نزار، انه سمعت شيء غريب جدا لاول مره، انه في بعض الشيوخ لاخوتنا المسلمين ولكل الامهات في العالم الاسلامي اقول لهم كل عام وانتم بخير ولكم راس ان ترفعوه، يعني في افتخار انه كان ممنوع، انه بعض الشيوخ يقول ممنوع انه يحرم هذا العيد. فانا كنت يعني مندهش بشكل انه كيف انه المراه تكرم بالاسلام، وحتى الاعياد ليس لها مثل ما يقول مكان. انا بشكركم كثير. شكرا كثير يا اخ جورج، وصلت المداخله، ربنا يباركك حبيبي، شكرا كثير. اي تعليق تفضلي. الاخ جورج بيمثل عينه، اتمنى يعني بيمثل عينه حلوه قوي. الكتاب المقدس في امثال 31 لما قلنا اولادها يطوبونها، لكن في الايه كما بيقول وزوجها يمدحها. فانا عايزه اقول ان الام هتبقى ام اعظم واجمل واحن وعطوفه اكتر لما زوجها يعمل دوره. مرات كتيره الازواج ما بتعملش ادوار، انا مش بقول ادوار مين يعمل ايه، يعني دي اتفاقات بينهم، لكن عايزه اقول ان هي كشخص محتاجه برضو تتحب وتحتوى وتفهم. فعايزه اقول مرات كتيره ازواج بيشجعوا زوجاتهم يكونوا ناس افضل، ومرات كتيره ازواج ما بيعملوش ادوارهم، فالامهات ما بتوصلش للبوتنشال او للدرجه اللي تقدر تقول انا عملت كل حاجه اقدر عليها. وعلى النقيض كريستين، بتلاقي ازواج اللي بحقر طبعا من زوجته، بقلل من قيمتها ودائما بينعتها باسماء وبكلمات سلبيه طبعا. كلمات جارحه، كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ بفتكر قصه ابيجيل ان هي كان جوزها مش مظبوط. أيوة. ما كانش بيفكر بطريقه مظبوطه، وكان الفاظه صعبه، كان لئيم وقاسي. يس، لكن هي الحقيقه بتديني مثل في الحكمه وستر العيوب. دي حته خطر قوي يا اخ نزار، لان مرات احنا في المجتمع الشرقي العربي الست اتعودت ان هي تستر العيوب، تاخد الضربه او الشتيمه او او او، ولازم تسكت ما تقدرش تتكلم. في المجتمعات الغربيه الوضع مختلف، الست بتقول ايه اللفظ اللي على طول اتس نوت فير، وتخرج من العلاقه وتقول ايه يعني ماليش دعوه انا. لكن الحقيقه الكتاب المقدس بيعلمنا حاجه وسط، اللي هي ما اجيش على نفسي قوي، لان انا بني ادم، فما فيش حاجه اسمها ابيوز تحصل لي. يعني ما اقبلش بالاهانه والضرب المستمر والشتايم، ده كلام صعب لا ربنا يقبله ولا المجتمع يقبله ولا انا لازم اقبله على نفسي. لكن انا اقدر اعلم الست تسامح، تشجع، تبقى حكيمه، تستر العيوب في حدود ان هي ما تبقاش ما تكونش حياتها في خطر. بالظبط كده. نعم بالظبط كده. طيب خليني اخذ مكالمه معانا. ابو مهند من الاردن، اهلا وسهلا ابو مهند، تفضل. مساء الخير. مساء الخيرات ابو مهند، اهلين. محبة للأخ نزار شاهين ولكل أم تحتفل اليوم بعيد الأم. شكرا. هذه كلمة أرسلتها ابنتي إلى أمها، إنها مناسبة لإكرامك يا أمي، لأنك أنت النور الذي يرشد والعين التي تظهر، ومجاهدة لا تكل ولا تتعب، ولكن لا ينبغي أن أتوقف عند هذا اليوم فحسب، بل لأعاملك بشكل خاص ودائم، وأحترمك وأحبك على الدوام. يا من حملت عني كل السنين أوزار كثيرة، أطلب رضاك وأقدم لك الإكرام ومحبتي الكبيرة. وكلمة بسيطة مني تقول، إذا أجمل أربع كلمات في كل لغة هي يسوع، السماء، المحبة، والأم. وشكرا
شكرا للأخ نزار شهيد. شكرا جزيلا أبو مهند. يسوع، السماء، المحبة والأم. نعطيه تو تامز لأبو مهند. صح كده، هو جاب السليم يعني. يعني فعلا. طيب احنا بنتكلم عن رسالة للأم كريستين، وانت طبعا اولا بتخدم الرب وعندك خدمة ليا رجاء او خدمة الرجاء اللي هي بتتعامل فيها مع الأمهات. شو التحديات اللي بتواجهيها؟ بحس زي ما حضرتك قلت قبل كده، الضغوط صعبة، المتطلبات بقت أكتر، الضغوط على الراجل بقت أصعب. فالوضع الطبيعي اللي بيحصل من سيدات كتير، بتقوم هي تشيل الشيلة، فهي تشيل شيلتها، شيلت عيالها وكمان شيلت جوزها، فبتبقى منهكة. أول حاجة بتعملها بتهمل في نفسها، ما بتديش وقت لنفسها، تحس إنه غلط، أو الوقت ده أدي لعيالي أو أعمل حاجة للبيت. كل ده مهم، لكن الأولويات بتاعتها محتاجة تتظبط أكتر. فمحتاجة النهاردة أقول لها أنتي مهمة. نعم. أنتي مهمة جدا. حتى لما بنروح الطيارة مثلا، عارف حضرتك لما بينزلوا، لما يقول لك الضغط، أيوة، تبعت النفس إذا في مشكلة في الطيارة، فبيقول لك إيه الأول، مين يلبس الأول؟ بالأول أنتي، وعشان تقدر تساعدي غيرك الآخرين. الأم للأسف الشديد أو الأم العربية أول حاجة بتعملها إيه؟ الآخرين، الغير، الآخرين، لا تدودها، لا تدودها. بس الحقيقة أنتي محتاجة تعرفي إن أنتي لازم تاخدي بالك من نفسك، وده عادي جدا وما فيهوش غلط طبعا، في حدود. يعني إيه أخد بالي من نفسي؟ يعني أقول لنفسي أنا إنسانة برضو، ليا مشاعر، ليا متطلبات. أكتر حاجة هتساعدك تبالانس الحتة دي، تعملي اتزان، اقضي وقت مع ربنا الصبح. الصبح متهيألي جبران خليل جبران كان بيقول تظل البيوت نائمة أو مظلمة إلى أن تستيقظ الأم. وده حقيقة. الأم هي اللي بتنور النور. ليترلي بتنور النور، وتبتدي تعمل القهوة والشاي والفطار والغدا وده ده. فالحياة بتبقى نايمة إلى أن تستيقظ الأم. فأنا متهيألي قبل ما الباقي كله، أنتي اقعدي مع نفسك، مع كتابك، اتشجعي، خدي من ربنا واحد جديد ليكي، خدي من ربنا كلمة إن ربنا كمان عايز يديكي هدية على فكرة، مش بس عيالك. وربنا مش بيستنى بقى 21 مارس. ربنا كل يوم عنده هدية للست. لا، أنتي محبوبة جدا، مقبولة، عظيمة. ولو ربنا عليه شيء يقول بس علي لي في حتة مضايقاني، تعالي نتصالح، تعالي نتصفى، تعتذر بسرعة، تغير من حالتها بسرعة مع ربنا، وتقوم تمارس مهامتها. هتعرف تعمل المهام اليومية بشكل أفضل جدا لما تاخد بالها من نفسها ومن علاقتها مع ربنا. يعني يمكن هي تكون دعوة، بس يعني أجل انتباهي، المرأة الكنعانية لما أجت للرب يسوع عم تصرخ للرب يسوع، كان في موانع انه تمنع، يعني انه تقترب الى يسوع المسيح. حتى كلام يسوع في البداية كان يمكن غير مشجع، لكن استمرت متمسكة في الرب يسوع. كان عندها مشكلة، والمشكلة هي بنتها، واجت من اجل مشكلة بنتها، وما سكتتش الا ما رجعت باستجابة الصلاة، اخذت من الرب يسوع اللي هي اجت من اجله. شوف اخ نزار، مع احترامي طبعا لكل الرجاله، ما عندهمش هذا الاصرار. الست في طبيعتها، في تكويننا احنا بنصر، مش بنزن، يعني سامبلز بنزن. بتلح كتير الست. بتلح كتير طبعا، مره دي مش بتبقى حاجه حلوه، لكن انا قصدي هي زي ما الكتاب بيقول في امثال 31، تتامل حقلا من بعيد، بتبص، عندها نظره، انا عايزه ابني يكون ايه، عايزه بنتي تكون ايه، عايزه جوزي يوصل فين، عايزه الشغل يروح فين، عايزه البيزنس. فيبقى عندها دايما نظره، سهل تبقى عندها نظره مستقبليه، مش لازم تبقى حد في الليدرشيب او التريننج، لكن بطبيعتها بتبص لقدام. فبدليل هي بتعمل ايه، بتبص البنطلون ده قصير، لازم نشتري واحد غيره، الاكل ده مش هيكفي، لازم نعمل اكتر. فدايما عندها نظره. الولد ده شاطر في الرياضه، لازم نبعته يلعب بكره او في الموسيقى، او البنت دي ممكن في المذاكره كويسه، حطها في جامعه احسن. فهي دايما عندها هذا البعد، فده بيخليها بتصر. وكمان بقول انه عقل المراه
مشربك، عارف يعني سوفيستيكيتد، يعني الراجل طبيعي خلص بيجي على البيت يمكن بيفتح الريموت كنترول جهاز التحكم بيحضر، لكن المرأة ممكن تحضر لكن عم تعمل 100 شغلة، يعني راسها بتحرك في كل الاتجاهات وبيطلعوا كلهم صح برضو مظبوط يعني تطبخ وترد على التليفون وتذاكر لابنها وتخطط للانترفيو بتاع بكرة أو ده وتعرف تعمل كل ده، لكن تهالي في الآخر محتاجة حد بقى يقول لها برافو عليكي. وآي ثينك الراجل تقدير آي ثينك الراجل اللي يعمل كده لمراته يبقى راجل محترم وراجل كمان ذكي، لأن هو الحقيقة بيحافظ على البني آدم اللي عامل اتزان في البيت. فلما أنا أحافظ على مراتي اللي هي عاملة اتزان أنا ذكي، أنا بعمل للمستقبل. طيب خلينا نحطها بصيغة نصيحة من أخصائية نفسية. خلي نصيحتك في الأول كلم رجال والأولاد اللي بيسمعوا قبل ما نكلم الأم. شو بدك تقولي لهم؟ الولاد اللي بيسمعوا الصغيرين الأحداث الشباب، يتهيالي أنت وأنت صغير صعب قوي تقول لمامتك كلام جميل وكلام عظيم وتكتب كارت وتعمل الورود وكل الحاجات دي، شغل بنات أكتر يعني. لكن I think الولد والبنت هم صغيرين وهم أحداث وشباب، أكتر حاجة تقدر تقول بيها لمامتك أنت إنسانة عظيمة I think اسمع الكلام. اسمع الكلام as simple as this، بكل بساطة والحاضر والحاضر، لأنه أولاً لازم تبقى متيقن أنه هي مش ضدك أبداً أبداً أبداً. ده هي تقدر لو سألتها النهاردة لأمك مين تحب يكون ناجح أكتر منك، ما عندهاش غير واحد بس، هو أنت ولد أو بنت. الأمهات عايزين ولادهم يكونوا أفضل منهم. فعشان كده إكرامك لمامتك النهاردة مش بس 21 مارس لكن كل أيام السنة. اسمع الكلام والحاضر. ومعاك 20 تانية تحكي رسالة للأم. للزوج الأول هقول قدر مراتك أشكر ربنا عليها، بالذات لو امرأة فاضلة أشكر ربنا عليها، طبطب عليها هي برضو عندها احتياج، ولما تشوفك بتعمل كده هي هتعمل بمضاعفة أكتر. للأم هقول لها كتر خيرك كتر خيرك، وابتدي بأمي أنا، كتر خيرك ماما، ربنا صنعني وانتي كمان صنعتيني. عايز اقول لها للام never enough، في دايما اكتر من اللي انت عملتيه، في دايما حب اكتر، عطاء اكتر، مسامحه اكتر، غفران اكتر، تضحيه وبذل اكتر، ما توقفيش عند حد معين، بكره افضل من النهارده، وكل حاجه استنيتي فيها ربنا هيجيلك فيها. شكرا جزيلا اختي كريستين، وبرضه بحب اقول لكل الامهات اللي بيشاهدونا كل عام وانتم بالف الف خير. وملحوظة أخيرة، فعلا اللي في خدمة الرب في هذه الأيام الأغلبية الساحقة اللي بحبوا يخدموا هم من النساء والأمهات. الرب يبارككم ويكافئكم.